كفو ما يجيب هالرجالها، والله انكم ذيابه طابعين على هالذيب. وانتي ها تحسبين تحين حشين من ذا البيت؟ ها رجعتي غصب عليك، غصب عليك رجعتي قبل ما انحشتي انتي. ها افتشي من ذي من ذا ولده؟ من ذي؟ وش فيك؟ ابو وش ذا؟ من ذي؟ كيف تجلطوني انتم؟ والله خطفناه والله. تأكدون؟ تل والله تل. شلون تأكد؟ يعني نطلب إقامتها مثلا؟ تلتمن؟ تلتمن؟ ولا كلمة؟ ما يعتمد عليكم انتم، ما يعتمد عليكم. تبون تفضحونا عند الجيران؟ تبون تفضحونا عند ابو 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 تبن هذا؟ ظلام ما ادري تل. انا لو ابو منصور تل هنا في الظلام الحين. سم هالحين مثل ما خطفتوها الحين ترجعونا؟ قومي ما نبي فضايح. اشيل هالحين مو سجارة. شو؟ لا يا حبيبي ما صدقت على الله لقيت شغالة تبين نرجعها؟ لا والله ماني برجعتها معصي. صاحيه انت؟ صاحيه انت؟ نخطف المرأة وتقعد ببيتنا؟ اي ما يخالف. وش اسمك انت؟ كيتي. كيتي تشتغلين عندنا؟ إذا تأفاوت لي 4000 ريال وكيف اشتغل؟ مش اللي 4000؟ مش اللي 4000؟ أنا طول بعرض ذا 8 ساعات بروح أجي وراتبي 3500، والله ما إيش اللي 4000؟ 4000 قهر. ما يخاف يا سليمان، ترى شهر واحد رمضان بس، خلا تشتغل ب4000. أي 4000؟ متنازل عن مقاضي العيد وكل شيء. ممكن تكون بخالف. ما يخالف. بتجلطوني أنتم. طايحة فلوس. يجمع معقول. اسمعوا مش قاعد تقول. خربت. بس ما في طبخ. ها ما تطبخ غسيل؟ ها ما تطبخ بس تغسل وتنظف؟ ما يخالف يا كاتي، ما يخالف. انا اللي اطبخ وانا اللي زينه الاكل وحط السفره. ما يخاف انت غسل المواعين وغسل ملابس ونظفي البيت؟ ما يخالف يا سليمان تكفى. ولي يرحم والديك، شهر رمضان بس ابيها، شهر رمضان بس واحد خلاص. يا بعدي. شو اسمك؟ كيتي. كيتي كيتي كيتي